Всем опять здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Здравствуйте, мои дорогие друзья. И здравствуйте, гости моего канала. Я очень рада, что мы опять с вами тут встретились. И может, я сейчас еще одну съем. Все, вперед. Будем слушать, о чем не и знаю я. Так, а я звук сделала? Сделала. Все, раз, два, три, посмотри. شوم شي خليني بيه غرق وسط من ظلامي ويلي ضغط المرار من جيتكم قلبي ميت ويلي رازت شي مهبية كم خرج من زمانكم طيف وحدة جانية المرار اللي مجيتكم ضغط شوف كل جانية علم من خرج راسي وسط من الأدية حاجة هادية بوي كنشوف قدام بيلي مقعد ندير كلشي من العدام نعلي بعيد ما يقيسني انت بني ادم عايش نوستالجيا بماضي كلو الام يا نقول امام العلان انا اللي في الداخل ديري قادي قيس العالم الحفاري وصباح بيش كاهير ما سمعش في حقي واخا يديرو باهير اللي مديت ليهم يدي بلا حساب كاملين باردوري مارشارير شنو طاري شنو صاري شنو باهير ياك ياك خديت وكلشي ما بقاش عليه ما تلومنيش علاش فيني على راسي ساد الحياة صعيبة ما تشيرش خليني بعيد هومي وحيد هومي هما اللي باعوني رخيص انا كلي هما اللي غادروني ورجعو لهموني خليني بعيد هومي وحيد هومي كليتي اللي في الطرب لا ساليتي لا شكوني كان شي برد معايا ما كنسنى حد يقولي شكون طاح شكون طلع شكون باقي واقف تال دابا شكون طاح ما شكون قاينا شكون شافر الاخر ماشي انا شي كدب شي جاق شي محامي مش تال دابا كرتاحي في كتابة واخا عجبوني مش منزيد تعتابة شتاني انا ندير فيهم بالي كتير وانا بودي كنكالي تشري كانوا معايا راقاني وتشري بقاو معايا راقالي لشنو قالي مش شرط ديالكم اشنو قالي خديتو دمي وانا شنو قالي زدتو همي وتشان ما سقالي عينا بارك علينا هي من الدين زفر بينا انا وراسي ولينا وقت كان فما بداياتنا من عينينا كنا ما بينا ما لينا شحد ما كيجي بالينا خاصكم قريب لينا باش حاس بديك شي اللي كيدوز علينا باقي مغمضين وحلين باقي ساران مع كلين هي بوحدة داتني كلي كلمة منا وريمة مني حلات الجلسة ليلي غني مازال نطولو سنين عيني شو اللي كاتش فشل قلبي من اللي كيضيق شو اللي حاسة بي البشر قام كيليق خلي نرتاح انا برا ما نشوف شاش نبرا يمقى في حلمة طولة قام مفيق بقى الخطو تشلي ولي اسجان شيخ كان دي راسي قام فهم ونا كان نيك ما كراش اني شوف شي قارة ما فيهاش المار وانا بقى مشي لي بودي بلا تعائق انا ماشي من نوم دابا من نوم قلبي كيضيق بيت من اللوم تحت ما يليق زادوني للم زادوني حريق من جيجي كلهم ليهم من نوم قام مفيق شوف الطريق فاد لافي لي تخيست ما كان جاز دي
علاش هضر نتوما كتقلبوا عليا وانا صعيب عليكم فهمتي. حنا ناس محافظين ومعروفين في المغرب كامل كيهضروا لنا. حنا ما كندبزوش على اللي ورقه الليبرو. انا لست كيتكم مخيرتكم تصار علينا هنايا اليوتيوب كندخل موراه والو وانا ما بغي منه والو. هي مليون انت عندك حماقات جهني اليوم تينا جبتيني عجبتيني يا صافي تقالت الهضره بدي ام الله لا دار لا دوار لا انا على ديكور حياة فيني ظلام كان خاصني شوف غير النور ماني كاش خلى دماغي هز تحت الساطور شلخ الارض عرض وطول عقلية دراشي دارون كندخل العاقة خصمون صوفي خوتي وشالا ما ادري بزف قامة طلو خصمان قالوا ما بو مورا داري طلعت شاكشرة وجريت من صور ما لقيت شاكيت المصري نغني على حياتي ولا على اللوف كل يدي افكار واخي واا خاص تكون دوا ليش بدني ناكي راسة ديما بلا ما نصوار دورو سواق كاريان اي بلا شرقية كنقلب سي زواق غرافي بالداري جمال عايش في سيامارشال دابا فلوس بوجي فاي ما غايديروش فيلا في ايبيزالا كي عارفوني مادي شحال طلعش عندي غريزة انا جمعتي عشرة في ديسك فهمت شكون بحالي مواجيزة ملي كنجي بوشي راكي ديسان فراب مغربي انا اللي غندير ميسان قام اداقوني كشكون انا يشكون عمي هذا بلا ما نقوله بينا من الدرون كيدي خريطة غادي غبر ريضون شد المانيطة ما كخسر تاميضون تفولا مونطاليتي عقلية رمريضون ما تشاقو من اللي كلت بديها بنجيضون نكلاشي كون مزقك فراش نفزقك شرمش كلاشي ني بربي شنكسلك حيتي مشاكل دي مرة جنسلك كل راس وطاف طاف انا كنسبك دي ما كان حصلك انا ماشي اسمك ماشي مشكلتك لون طراج لي دسرك يوصلني كوشي ما كان بيش نواصلك حياتك عدا بلا ما نزيد نواصلك انتي لايك شتك شيك ناك شيك ناك شيك ناك شيك ناك شيك ناك شيك ناك شيك. Во-первых, очень красивый клип. Во-вторых, очень красивая девочка. Девочка прям прелесть какая. Вот естественная красота. Ничего нигде не накачано, не раскачано, не выпечено. Все при ней. Все. И вообще, и очень красиво, и снято. Мне нравится, вот когда в такой манере снимают клипы, когда вот какие-то замедленные съемки, там, допустим, еще красивые кадры. Вообще, сапоги даже мне понравились здесь у нее. Сейчас важно, клип неофициальный. То есть это не его клип. Это кто-то сделал в интернете и просто песню наложил ее. А что это значит? Ничего, просто клип не его. Так что не надо думать, что Муравей молодец. Во как? Ну, тот, кто это сделал тогда, кто создал этот клип и наложил песню, сделал круто. Ну, и там же получается про любовь же, где девушки, правильно же? Я так поняла. Женя. Я не знаю. Он не знает. А кто знает тогда? Ты только что сказала. Но, судя по тому, что я слышала, и по тому, что я видела, там про любовь к девушке. Птичкой лети, моя весна, ты ко мне пришла. Вообще хорошо, и спета хорошо, мне понравилось, нормально. Там тоже такие моментики используются, как вот он в конце. Бо-бо-бо. Что он в конце сделал? Сейчас быстренько. Первый раз слушала песню и реакцию на первое прослушивание? Или все-таки она предварительно читала текст и понимала примерно, о чем будет песня, и во время песни понимала, что происходит? Читала. Все, прощайся. Чтобы я читала. Чтобы мама, я вырежу это все. Тихо, я тебе вырежу. Это... Я хотела сказать, еще быстренько добавить. Говоришь, сделал так он трек, что люди не понимают. Так, это, может быть, я не понимаю, не все слышу. Другие это все слышат и все понимают, понимаешь? Я, получается, как ворона.
Все, спасибо большое, что были со мной. Всем чайку вкусного, конфеток. Ешьте вот такие конфеты, очень вкусные. Вафли в шоколаде. Вот. И другое ешьте, что-нибудь вкусненькое. Пусть кто-нибудь вам что-нибудь подарит хорошее, вкусненькое, ням-нямку вкусную. И всем, чтобы было счастье. Пока!